السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا المقطع الجديد والذي هو بعنوان لا نذر في معصية. الله أكبر. والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح. الأصل حبيبي إن النذر مكروه، يعني النذر ده مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو فيه اشتراط على ربنا سبحانه وتعالى. نذر علي يا ربي لو نجحت بنتي انا هعمل الخير الفلاني، نذر علي يا ربي لو شفت لي ابني هعمل الخير الفلاني، كاني بشترط على الله لو عملت لي كذا انا هعمل كذا، لو اديتني كذا انا هعمل كذا، كانه في اشتراط على الله سبحانه وتعالى. ولذا النذر فيه سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النذر قال إنه لا يأتي بخير، ده النذر، إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من مال البخيل. يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن تطلع بها مال البخيل إنه يندر نذر فلابد إنه يوفيه. خد بالك من حاجة. طيب، الإنسان لو نذر أن يطيع الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، طيب ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يعني لو إنسان نذر يا رب نذر علي لو ابني نجح أنا هصوم شهر كامل، يبقى أنا نذرت نذر طاعة فلا بد أن أوفي بهذا، تمام كده؟ إلا إذا عجزت طبعا، وهقول بقى دلوقتي الواحد يخرج من الموضوع ده إزاي. طيب، لو نذر ونذر علي يا ربي لو بنتي اتجوزت إن شاء الله أعمل لها حتة فرح ما حصلش، وأجيب لي الناس بقى إيه عياذا بالله خمرة وشيش ومش عارف إيه، وخلي الناس بقى يعني ينبسطوا كده، يعني هل ينفع أنا أوفي بالنذر؟ طبعا لا، لأن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، تمام كده؟ طيب، إنسان نذر معصية لله سبحانه وتعالى عياذا بالله، ربنا يعافينه وعافيك يا رب العالمين، يخرج إزاي من الموضوع دوت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. يعني إيه؟ يعني هو نذر أن يعصى ربنا سبحانه وتعالى، لا يجوز أن هو يوفي بالنذر ده لأن في معصية للخالق سبحانه وتعالى. يخرج إزاي من المشكلة دي؟ كفارة النذر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام وهكذا. يبقى الأصل في الموضوع يا جماعة أن الإنسان بلاش يندر، من جواك قرر ان انت تعمل خير معين من غير ما تجيبها في صيغه نذر. يعني ان شاء الله يا ربي يا رب اكرمنا يا رب ان شاء الله، والواحد كده يعمل خير كده ان شاء الله، خلاص ما تعملهاش بقى نذر. ما يبقاش نادر عليا لو ابني نجح اعمل كذا، مش نادر عليا لو بنتي خلفت اعمل كذا، لا خالص، ما ربطش الموضوع بالنذر خالص عشان ما يبقاش فيها اشتراط على ربنا سبحانه وتعالى وجل جلاله. لكن انت بينك وبين نفسك لو حصل الموضوع الفلاني انت من غير ما تتكلم كده اعمل الخير الفلاني، يبقى انت كده ما نذرتش، وبالتالي ما يعني ايه ما اوجبتش على نفسك حاجه انت مش هتقدر تعملها. ما انت ممكن تقول انا نادر علي اذبح 3 خرفان لو ابني نجح، ما قدرتش تذبح 3 خرفان، ما معكش فلوس، الدنيا صعبه شويه، اذا ما تكلفش نفسك فوق طاقتها، وفي نفس الوقت لا تنذر لان فيها اشتراط على ربنا سبحانه وتعالى. فان نذرت ان تطيع الله فلتطيع المولى عز وجل، يبقى ايه؟ تطيع المولى عز وجل وتنفذ ايه؟ وتنفذ النذر ده. طب ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه، وكفارة النذر هي كفارة يمين، اطعام 10 مساكين او صيام 3 أيام. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان